أيها الدواعش، يا أيها الزنادقة، لماذا تتهمون النبي بأنه رأى صورة في المنام، صورة شاب أمرد ويقول رأيت ربي؟ هل يوجد تكفير للنبي أعظم من هذا التكفير؟ يا أيها الكفرة، يا أيها الزنادقة، لكن مع هذا لا نسفك الدماء، مع هذا لا نكفر، لكن أنا أحتج عليكم بنفس أسلوبكم وبنفس ألفاظكم وبنفس المنهج الذي تسيرون عليه، فأنتم أولى بأن يسجل عليكم ما تقولون. هل هؤلاء علماء؟ هل هؤلاء أئمة؟ أنا أحكي معكم وأوصل لكم المعلومة التي تكشف جهل هؤلاء الأئمة شيوخ الإسلام، أثبت لكم يقينا جزما، كل منكم يقف أمام الله سبحانه وتعالى ويقسم يقينا وجزما بأن هؤلاء جهلة جهال علماء، علماء المسلمين من السنة والشيعة وقفوا صاغرين أمام ابن تيمية وأمام أئمة التوحيد الأسطوري، وأنا كشفت لكم وهم هؤلاء وجهل هؤلاء إلى المستوى الذي لا يتوقعه كل منكم، اللي لم أقول كل الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وأنتم تبحثون عن شخص واسم شخص ومج شخص وسمعة شخص، والناس تذبح، الأرواح تزهق، البلاد تخرب، العباد تشرد، الحرمات تنتهك، الأخلاق تنتفي. نفس الاستفهامات، أقول نفس الاستفهامات تطرح للتيمية عن الذي رأى ربه شاب أمرد أو بصورة وهيئة عزير أو عيسى المسيح أو بقرة أو غيرها من أوثان. فهل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل رأى النبي صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم الشاب الأمرد، أو رأى ربه، أو رأى ربه بصورة؟ هل رأى الشاب الأمرد أو رأى ربه، أو رأى ربه بصورة وهيئة الشاب الأمرد، أو رأى ربه متذكرا بصورة الشاب الأمرد؟ وهل الرب هو نفس الشاب الأمرد الذي رآه؟ وهل الرب هو نفس الشاب الأمرد الذي رآه أو هو غيره؟ وهل الرب هو نفس الشاب الأمرد الذي رآه أو غيره؟ وإذا كان الرب غير الشاب الأمرد، فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى الشاب الأمرد. لاحظ أنا نزلت معهم، قالوا في المنام، أنا أتحدث معهم في المنام، أحتج عليهم في المنام، نترك كل المغالطات السابقة، أنا أحتج عليهم في المنام وأكشف سفاهتهم وتفاهتهم في المنام ومع ما يقولون به. وإذا كان الرب غير الشاب الأمرد، فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، قد رأى الشاب الأمرد ولم يرى ربه، بينما هو يدعي أنه رأى ربه. فيجري عليك يا تلميذ كل ما قلته على المعارض، يا تلميذ ويا أئمة التيمية، يجري عليكم كل ما قلتم، يجري عليك كل ما قلته على المعارض من اتهامات وافتراءات وتسفيه وإضلال وتكفير. وإن قلت إن الرب هو نفسه الشاب الأمرد، فما هو فرقك عن اليهود والنصارى الذين قالوا عزير ابن الله، قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله؟ وعلى الأقل أننا نعرف حقيقة وأخلاقيات وإيمان العزير وعيسى عليهما السلام، لكن لا نعرف شيئا عن الشاب الأمرد. فأين المفر يا تلمية؟ تخرجون من شرك وتقعون في وثنية، وتخرجون من وثنية فتقعون في إلحاد. قال شيخ التجسيم والخرافة: وإن كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام
ويخاطبه، فهذا هو حق في الرؤيا. ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام. إذا لا يعتقد هذا إذن هو لم يرى الله. إذن كيف النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشاب الأمرد وهو غير الله ويقول رأيت ربي؟ فالإنسان قد يرى ربه. هذا الكلام لابن تيمية يقول وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، فهذا حق في الرؤيا. ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام. إذا لم يكن مثل ما رأى إذن هو ليس بالرب، ليس بالله، ليس هو الله. إذن لا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا. إذن هذا ليس الله، ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رأى فيها. لاحظنا يخرج قلنا من مغالطة إلى الشرك إلى أفحش الشرك إلى الإلحاد. يقول لا بد أن تكون الصورة التي رآها فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه، فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس. إذا انتقل من الرب الواحد إلى تعدل الأرباب، كل شخص يرى الرب بصورة، يرى الرب بهيئة تختلف عن الآخر حسب الإيمان وحسب الفسق وحسب الاستقامة وحسب الانحراف. هذا في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول في صفحة 325 إلى 328.